السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة أفآم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الصيام جنة سنواصل الحديث عما يتعلق بآفات اللسان، هذا العضو الخطير، الخطير جدا، وأغلب تقريب المناكر والكبائر والذنوب تصدر عن هذا العضو، سريع الحركة، نشيط وخطير كما قلنا. وبطبيعة الحال معكم في هذه الحلقة الشيخ الشادلي العزعوزي، وكذلك الشيخ رضوان عطوش، ومخاطبكم خليفة ميراب. الشيخ الشادلي مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا يا خليفة، مرحبا يا رضوان، تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الشيخ رضوان مرحبا بك. مرحبا بك شيخ خليفة، مرحبا بالمستمعين في إذاعة الحياة فام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. آمين. وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين يا رب العالمين. في من أفات اللسان شيخ رضوان، كنت أنت حدثنا في الحلقة الماضية عن اللغو، واللغو هذا اللي هو توا منتشر بين الناس كثير جدا، فلو تتكرم وتوضح أكثر عن هذه الآفة من آفات اللسان للمستمعين، تفضل شيخ رضوان. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. مجالس اللغو كثيرة ومتعددة في وقتنا الحالي، والمسلم عليه أن يبحث عن السبل اللي يتخرج سلامات من هذه المجالس، هذه المجالس اللي ينجم الإنسان شاء أو أبا يقع في اللغو الموجود فيها، لأنه الضابط والمبعد الناس عن اللغو أصبح قليل، وأصبح أغلب الناس لا يعودون إلى تعاليم الشرع. وكما نعلم أغلب المجالس هذه توجد فيها الغيبة، وتوجد فيها النميمة، وتوجد فيها أعراض الناس، وهذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما يؤكد علماءنا. في ولبين هذا رسول حديث رسول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة يبين فيه عظمة الكلمة وعظمة ما يصدر عن اللسان، اللي يقوله علماءنا أنه من أخطاره أنه جعل له باباء، يعني ما ينطق الإنسان الكلمة إلا ما تمر هذه الكلمة بالأسنان وبالشفتين، ربما في إشارة، هذا فيه إشارة إلى عظمة هذه الكلمة. واللي أكد قلنا رسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة لما وصفت السيدة صفية رضي الله عنها بإشارة، ما تكلمتش يعني، فقط أشارت إلى أنها قصيرة، فقال لها رسول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني مجرد وصف، مجرد كلمة بسيطة في ديننا وفي شرعنا لو تمزج، يعني من عظمتها أنها تبدل مطعم وتبدل رائحة ماء البحر، لتبياني عظمة الكلمة وأنها تنجم تهوي بالإنسان في نار جهنم. كذلك لأكد الآية اللي انطلقنا منها، آية سورة الفرقان. إذا كان تسمح الشيخ رضوان بارك الله فيك، الحديث هذي وهو حديث صحيح، أن السيدة عائشة ذكرت هي عن غير قصد، هي أشارت إلى صفية أنها قصيرة، لأنها كانت صفية هذه قصيرة، فأشارت بيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن قصر هذه المرأة، فتلك الإشارة وكأنها اغتياب، فقال لها
انظر هذه الكلمة قالت إنها قصير، فهذه الكلمة لو مزجت بماء البحر يعني فكيف بالذي ينطق الكلمة ويشتم ويكذب ويتكلم في أعراض الناس. تفضل شيخ رضوان سامحني. هذا يبين يعني أنه الكلام وآفات اللسان خطيرة جدا، والتفصيل فيها يوضح للناس ويبين للناس كيفاش يتعاملوا مع هذا. المسلم الآن يقول أش نعمل أنا إذا وجدت هذه المجالس، ماذا أفعل؟ القرآن يبين لنا هذا، القرآن يبين أن عباد الرحمن والناس الأتقياء إذا مروا بمثل هذه المجالس يجب أن يمروا بها ويبقوا كراما. يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا كراما يعني ربما يضطرون إلى البقاء في هذه المجالس، ولكن ينزهوا أنفسهم ويبقوا على ذكرهم للمولى عز وجل، ويحاولوا ما يشاركوش أو إذا كان ينجموا ما يجلسوش في مثل هذه المجالس، وحتى كان جلسوا يحاولوا يبقوا على طاعة المولى عز وجل، ويبقوا على 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 ذكرهم للخالق عز وجل. لأن المولى عز وجل في سورة المؤمنين لما وصف المؤمنين قال أنهم من صفاتهم أنهم معرضون عن مثل هذه المجالس، قال والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون. يعني إذا كان قدر الإنسان الأولى أن يبتعد عن مثل هذه المجالس، أو إذا كان اضطر إلى جلوس مجلس من هذه المجالس يبقى على على طاعته للمولى عز وجل. في المعنى هذا سيدنا وإمامنا الغزالي قال في هذا المعنى أن المسلم يمكن بهذه المجالس يخسر خسران مبين. قال لو هللت الله وكبرته وحمدت المولى عز وجل لكان خيرا لك المجلس من مثل هذه المجالس. فكم من كلمة يقول إمامنا الغزالي بني بها قصر في الجنة، سبحان الله والحمد لله، فما نصوص تؤكد أن كلمة واحدة تبني لك قصر في الجنة. ومن قدر أن يأخذ قصر في الجنة الأولى به أن يأخذ هذا القصر، ما يأخذش حصات كما قال إمامنا الغزالي. يعني هذا يكون خاسر خسران مبين. يعني أنت بإمكانك باللسان وبالكلمات أن تبني قصور وبناءات وخير كثير في الجنة، علاش الإنسان يضيع مثل هذا ويهوي كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لو إن الإنسان لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. نسأل الله السلامة. يعني 70 خريف يقصد بها الكثل العمق جهنم. في جهنم اللي الإنسان بمثل هذه الكلمات اللي ما يقصدهاش أو ما فكرش فيها يمكن يهوي بها 70 خريفة. وفي نص في نفس الحديث يعني بين الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان نجم يرتفع بهذه الكلمات ويبني قصور في الجنة كما أكد هنا إمامنا الغزالي، ويكون من أهل الجنة إذا عرفش ينطق وإذا ابتعد عن مثل هذه المجالس اللي منتشرة كثيرا في وقتنا الحالي. بارك الله فيك الشيخ رضوان. الشيخ الشادلي، احنا من افات اللسان ومن اخطرها زاد كذلك، وكل ما نتحدث وهذه كلها نتحدث عليها من الكبائر من الاشياء الخطيره، عندنا ما يسمى بالنميمه اللي ذكرت في القران وحذر منها نبينا عليه الصلاه والسلام. فهذه النميمه ما هي هذه النميمه وما هي خطورتها؟ تفضل شيخ الشيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أفات اللسان كما ذكر سي خليفة، كما أخويا ذكر أخويا رضوان، عديدة ومتنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهنا إلى هذه الأفات إلا حتى يحفظ المسلم نفسه منها. من بينها النميم بالدارجة بتعريف بسيط سهل برشا، اللي هو اللي ينقل أخبار الناس، هو اللي حشاكم يقطع ويريش. النميمة ببساطة شديدة كما شرح الإمام النووي على صحيح مسلم قال هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. وقعت أنا قلت في فلان كلام هو يهز الكلام الصحيح. أراه برشا ناس يفرقوا بين النميمة وبين البهتان. والله راني حكيت عليه وراش الله ربي يعمل لي كذا وكذا وكذا أنا كذبت عليه. لا لا يا سيدي، أنت قلت الحق، لكن أنت هزيت الكلام أنا متاع فلان الفلاني اللي قالوا
بقصد الأفساد بينهم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما العظة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. يعني أنا وقتلني بالله أنا قلت كلمة خايبة في سخريف مثلا، فلان الفلاني هزها وقالها كما هي بالضبط، شنو القصد منه لهنا؟ مو باش يفسد العلاقة بيني وبين سخريف، راه ما كذبش. رب أنا هنا نحب نوضح المسألة. يقول لك البعض: والله أنا ما كذبتش عليه، ويا ربي كان كذبت عليه عملي كذا وكذا، يا ربي كان عملت كذا. يا ودي أنت مجرد نقلك للحقيقة بقصد الإفشائي فهذا تفريق. النميمة هي من أشد الأفات فتكا، لأنها تقطع الأحبة، ولأنها تظلم تفسد العلاقة بين الناس، ورب العزة نبهنا من ذلك، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال ابن كثير: مشاء بنميم الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم، بأفضل من درجة الصيام، ونحن في شهر الصيام، بدرجة الصيام والصلاة والصدق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فلان وفلان تحب تصلح بيناته، هذايا من أفضل الأعمال. وإحنا توا في شهر الصيام نعرف خويا فلان مع خويا فلتان متخاصمين متعاركين، نسعى 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 أسعى باش تصلح بيناته. ما ثماش حاجة اسمها شي يهمني سخريف، راهم ساعات راهي موجودة حتى في العائلات، ما ثماش حاجة شي يهمني ولا هاني حولت وما نجحتش. اسعى بيناته، بين الزوج وزوجته، بين الأخوة، بين الأقارب، بين الأصدقاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على عكس متاعها، قال: فإن فساد ذات البين هي الحارقة والعارقة. ايش معنى الحارقة؟ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. انظر رحمك الله يا عبد الله يا أخي المؤمن، كيفاش تحلق له، يعني تفسد له، تمشي بالأجر والثواب جميعا. ما نقولش أنا صايع يا ودي، والله برشا عباد يقول لك أودي والله راني أنا نقول في الحقيقة، راني أنا نقلت الواقع كما هي. هي صحيح أنت نقلت الواقع كما هي، لكنك أفسدت العلاقة بينها بين الناس. قال ابن منظور: يقال للنمام القتات، أي قت إذا مشى بالنميمة، ويقال للنمام قساس ودراج وغماز وهماز ومائس. علاش؟ لأنه ينقل أخبار الناس. النميمة والعياذ بالله خبر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أن صاحب النميمة أو النمام لا يدخل الجنة. فعن همام بن حارث قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني الذي ينشر الفتن بين الناس. فالنميمة تمزق الأواصر وتفسد العلاقات، سواء بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو بين أهل المهنة الواحدة. فإذا كان إصلاح الذات البين هو من أفضل الأعمال، فإن أفساد ذات البين، يعني نحب نفسد العلاقة بين الزوج وزوجته، يعني نحب نفسد العلاقة بين فلان بين الأصدقاء، يعني نحب نفسد العلاقة. يعني أنت حتى في بعض الحالات يقول لك: والله سخريف راني كل المسألة هذه راني ريته فلان. أنت نقلت الحقيقة، مجرد نقلك للحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: ألا أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. إيش كان فيك تنشر في الأحاديث بين الناس، تطلق على النميمة وهي أشد من السحر، وتطلق كذلك على الذين يمزقون العلاقات بين الناس. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين
هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. وحديث سيدنا ابن عبد ابن عباس هو منقول في تفسير ابن كثير، أي أتدرون ما السحر؟ العظة وهي السحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر في النميمة، في النميمة تحذيرا، ثم قال هي النميمة لأنها تقطع الأواصر بين الناس، تقطع العلاقات بين الأهل والجيران، وهي من كبائر الذنوب، هي سبب لعذاب القبر والعياذ بالله، هي من أسباب الحرمان إلى دخول الجنة. فالنميمة القصد منها الإفساد العلاقات الاجتماعية وتدمير البيوت، فهي كالسحر أو أشد وأعظم من خطر السحر. قال يحيى بن كثير النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. يعني شنو قصده سخليف هذا؟ هو ينقل الحديث كما هو باش يفسد العلاقة بين الناس. فإذا أتى إنسان لآخر فقال له مثلا خذ حذرك من فلان، أخذ سخليفة رأي هذي كيفاش نسأله فلان سخليفة بلاي يقول لك أرد بالك من فلان، فقد سمعت يقول إنه يبغضك ويقول عنك إنه سيء الأخلاق وضعيف الشخصية مثلا وبخيل، أقول هذا هل يمكن أن يكون هذا؟ أنا نقلت الكلام، راني نقلت الكلام، قلت سخليفة بلاي يرد بالك من فلان فلان، والله فلان فلاني يروى مجرد أنك تقول أرد بالك من فلان فلان فإنه يبغضك أو أنه يحسدك، هنا فأنت تعتبر نمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيء. ما تخبرنيش على فلان اش قال في، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدري. يعني شنو معناه؟ يعني أنا كي تجي أنت باش تخبرني أن فلان فلاني قال في حاجة، هي طبيعة الحال يعني علاقتي به باش تغير، وصدري مش ولي يحمل تجاهه كراهية، ومش نحمل منه ضغير. علاش؟ هذا مجرد أنك قلت الحقيقة في فلان اللي قال فيه. والحديث خطير سخليفة، لأنه رواه أحمد وأبو داود، قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. ما تقولش فلان قال فيك يا ودي راه قال الحقيقة. لا علاش؟ لأن مجرد أنك تقول تنقل لي خبر أن فلان قال فيه حاجة خايبة، بطبيعة الحال أنا لكن مانيش باش نقطع العلاقة بيني وبينه، راي في صدري رو العلاقة باش تتغير والعياذ بالله. وهذا من أخطاري هذا المرض اللي هو النميمة والعياذ بالله. بارك الله فيك الشيخ الشادلي، أنت ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام منها أصحابه باش يبلغوه، هذا أصحابه معنى أصحابه أقرب الناس باش. نعم، ولهذا النمام هو في العادة راهو إذا كان هو جاك وقال لك كلام في شخص لو قال فيك وقال فيك، هو نفسه ينقل عنه، زاد هو نفسه مش يمشي يعني كيف ما قال الحسن من نمى إليك نمى عليك. ما دام قال لك ايش معناها سخريفة من نمى نمى عليك؟ يعني كيما نقل خبر نتاع فلان نقله لك لك انت، اي ايش معناها؟ معناها راهو باش ينقل خبر نتاعك انت نفس الشيء بالضبط. راهو انا ديما نقول برشا ناس بعد ما ينقل الخبر يقول لك يا ربي، لا ويحلف ويقولوا يا ربي والله راني نقول الحقيقة ويا ربي حاسبني كان انا نكذب عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. هو يعتقد برشا خيان خاصة النسوة يعتقدوا انه الخبر اذا نقله صادقا فلا ذنب عليه، اما ذنب ما يكون كان كي ينقل الخبر كاذب. لا يا سيدي، انت كي تنقل الخبر صادق والحادثة تقعها نقلتها صادق فهذا ذنب عظيم اقترفته، وهذا هي النميمة التي حذرنا منها رب العزة جل وعلا وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلتها صحيحة صحيحة وقلتها وهي صحيحة، فهذا محرم شرعا، فلا يجب على الإنسان أن يكون نماما ويكون هذه تسبب بطبيعة الحال. فما شيء أكثر من الفتنة
يتسبب في فتنة كبيرة جدا. أكيد. فتنة كبيرة جدا. بشتقت على الأواصر بين الناس. فما موقف لعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، يعني جاء عود له على شخص اللي بلغة مشوبه عود لحديث يا سخلي نم نحب نبسطه. أيوة. يعني نقل عليه لحديث. نعم. هز الكلام اللي وقع في المجلس. نعم. نجم نعرج حتى على الكلمة اللي قال أخويا رضوان، يانا الناس قاعدين يتحدثوا وانا راني ما عملت عن شيء، هذي قاعد نسمعك هاو قالوا فيا ولا في فلان كذا، هزيتوا الكلام كما هو بالضبط، نقلته حرفيا، ثم جيت سخريفة قلت أسخريفة لو قالوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لا والآن ولت المشكلة أكثر وأخطر يا سخريفة. أخطر بارش التسجيل في الهواتف الجوال. راهو وإلا فتح بالحجة ولا يهز الدليل. توا ولا فتح الهاتف. ثم أكثر من ذلك، إما يسجل المكالمة أو يبدأ يستدرج فيك أو يفتح لا 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 الصوت باش يسمعك أنا شنو قلت، وأنا ممكن عن قصد ولا عن غير قصد، وهو من أسوأ. وساعات بالصورة والصوت. أيوة. يصور زي. وتزي يا ودي أنا توك مش تقولي بلي، والله أنا حضرت مثلا مثال، أنا لعتي إشكال والله راني حضرت على استخليفة وممكن أخطأ في خطبة الفلانية أو عطاء وما باهي، أنا كنت نقول في المسألة عن غير قصد، وانت سجلت لي المسألة هذه. ثم بعد ذلك هزيت السخريفة وقلت له هاي سيدي هاو فلان الفلاني اش قال فيك، والعياذ بالله. يعني هنا وليت نميمة صوت وصورة وبالحجة، وممكن الإنسان يكون في ذلك من غير قصد. فجاء هذا الرجل إلى عمر بن عبد العزيز ونقل شيئا عن رجل آخر، فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز لهذا الرجل؟ إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. يعني في كل الحالات إما أن يكون كاذبا أو صادقا، أو أن يكون إما أن يكون كاذبا في نقل الخبر أو أن يكون نماما، يعني في كل الحالات هو في كل الحالات ارتكب ذنب، إما ذنب الكاذب والبهتان من جهة وهذا ذكرناه في حسن فارطة، وإما أن يكون نماما، والثالثة اللي قال له بجاه ربي سامحني وأعفو عني، وهذاك علاش هو عفو عني. أنا تعجبني أبيات للإمام الشافعي، أبيات تعجبني برشا. أش يقول الإمام الشافعي رحمه الله؟ إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ولكن فما ساعات الإنسان يتعلم من حتى الخصوم وحتى الأعداء متاعه. عدا واحد يقول عيداتي لهم فضل علي ومنة، عيداتي أعدائي يعني. لهم فضل علي ومنة، فلا بعد عني الرحمن الأعادية، يحب منهم برشا فهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. يعني أكل الإنسان هذاك، أنا ننصح له خيان أي واحد جاء بشي ينقلك حديث لشخص ويقولك لو قال فيك قبل ما يبدأ سكته، قل له من فضلك
تي ماشي يحيرك ويدخل عليك كنت مرتاح ماشي يولي عندك كيما كنت تحكي قال فيك تولي تتحير تولي يقلقك تولي تفكر تولي علاش هكا. وصلنا الى ختام الجزء الاول عنا فاصل ان شاء الله وسنعود بعده ان شاء الله للإخوة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الإخوة المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نواصل هذه الحلقة من الحفاظ حفظ اللسان وقاعدين نذكر لكم ونبين هذه الآفات الخطيرة والآن إن شاء الله سنواصل مع هذه الآفات وهناك آفة أخرى خطيرة جدا وهي تتعلق بالغيبة الشيخ رضوان. فالغيبة هذه وخطورتها لو كان تبين باختصار للمستمعين إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آفات اللسان كثيرة ولذلك القرآن دعانا إلى أن ننزه أنفسنا وأن نبتعد عن أي مجلس فيه آفة من آفات اللسان. حتى ولو عرض عليك مجلس من هذه المجالس وجررت وجروك الناس إلى اللغو هذا وإلى الغيبة وإلى مساوئ اللسان، القرآن قالنا في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هناك وسائل ومن استنتجها العلماء من القرآن تخلينا نعرض وتخلينا نبتعد عن مجالس اللغو. من أهم هذه الوسائل أن نعرف الآفة وأن نتعرف إلى حكم الشرع وإلى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام واللي هو يتكلم من القرآن وكذلك أقوال علمائنا في مثل هذه الآفات اللي من ضمنها آفة الغيبة اللي هي آفة من آفات اللسان اللي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لو نضمن سلامة اللسان متاعنا وما يخرج من لساننا نضمن الجنة بإذن الله. الغيبة في حديث لرسولنا عليه الصلاة والسلام انطلاقا من آية سورة الحجرات يقول فيها المولى عز وجل أنه على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. القرآن يبين ويقول أنه الغيبة هذه كأن الإنسان مش يأكل لحم أخيه لتبيان عظمة هذا الجرم وهذه المصيبة اللي منتشرة كثيرا في مجالسنا وفي في إذاعاتنا وتلفزنا وفي وسائل الإعلام اللي عن. يقول رسول عليه الصلاة والسلام في توضيح لأنه المنهج السليم هو أن ننطلق من القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الآية ويوضح معاني الآية. يقول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم يقول أتدرون ما هي الغيبة للصحابة ولنحن أتدرون ما هي الغيبة قالوا لا والله ورسوله أعلم يعني أرجعوا الأمر إليه ليبين لهم. فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فسألوه الصحابة ومن هذا نستنتج أن المسلم عليه أن يسأل كما يقولوا بالدارج اسأل على دينك حتى يعني إلى آخر مدى. للصحابة اللي هما قدوتنا واللي هما المثال للمسلم السليم القلب وسليم الفعل اللي احنا نحب نوصل ونكون كيفهم كانوا يسألون ويبحثون عن معنى الفعل حتى لا يقعون فيه. وحتى منهم من يسأل عن يعني أغلب أسألته على الأمور الأخطاء حتى لا يأتيها. قالوا له حتى يا رسول الله حتى ذكرك يعني إذا كان في أخي هذا ما أقول أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هذه يعني جرم غيب وإن لم يكن فيه فقد بهته يعني ينتقل من درجة الغيبة إلى درجة البهتان والعياذ بالله يعني في الأمرين في الأمرين هناك خطأ وهناك خروج عن المسلم وعن الطريق المستقيم. بالله سمحني سيرضوان حب ناسك سؤال توهنا يعني ما فماش إنسان ما عندوش عيوب طيب أشكون فينا يحب تتذكر عيوبه وغيره
ببساطة شديدة نحب ننزل المسألة عملية، ما ثماش حتى إنسان ما عندوش عيب، لكن أنا نحب نستر على عيبي. يانا مثلا يانا ما نحبكش تتحدث عليا في غيابي بالعيب متاعي حتى في حضور بطبيعة الحال. فإن ذكرت عيبي وأنا غائب فهذه هي الغيبة التي ذكرتها. أما البهتان والعياذ بالله، وذلك عليش الصحابة كما ذكرت أنت الحديث، وذلك عليش قالوا يا رسول الله حتى ولو كانت فيه ما تذكرهش. قال رسول عليه الصلاة والسلام هي بهتان. الإمام النووي فصل الحديث هذا وفسر الحديث هذا، قال هي ذكر المرء بما يكره، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو في دينه أو في دنياه أو في خلقه أو في خلقه أو في ولده، وصف للإنسان بوصف لا يريده. والغيبة حكمها في شرعنا، القرآن أكد أنها حرام، يعني هي حرمت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. القرآن قال لا ولا يغتب بعضكم بعضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث هنا قال يعني أن الغيبة، فسر لهم شنية الغيبة، وقال أنها جرم عظيم، وأحاديث أخرى كذلك بيّنت هذا. كذلك الصحابة وسلفنا بيّنوا هذا وبيّنوا أنها من المحرم، وعلى المسلم ألا يقع وألا تزل قدمه في مثل هذه الأمور. لماذا عليش هذا؟ لأنه ضررها واضح، ضررها للي يتكلم وكذلك للمستمع. وإذا كان الإنسان حدث ووقع في مثل هذه الأمور، سواء كان يسمع في مجلس في غيبة أو كان هو ممن ينطقون بمثل هذه الأقوال، عليه أمور يقوم بها حتى يخرج من الإثم. من ضمنها إذا كان مستمع فيلزمه أن يرفع الإثم عن نفسه بإنكارها، كما شفنا حديث رسول عليه الصلاة والسلام للسيدة صفية. نعم. لما ذكرت أنها قصيرة بمجرد وصف مجرد حركة، معناها مجرد حركة قالها، يعني بين لها وقالها لو يعني هذا في معنى الغيبة، وأنه لو الكلمة هذه مزجت بماء البحر ليبين الجرم لغيرت طعمه وريحه رغم كثرته وسعته، يعني رغم سعة البحر وكما نعلم كلنا لتبيان عظمة هذا الجرم. الأمر الثاني اللي ينصحون علماءنا بأن نقوم به إذا كنا في ممن سمعوا أو كانوا من أهل الغيبة، إنه المسلم عليه أن يتحلل من هذا، أن يطلب من الإنسان إذا كان قدر هذا، إذا كان قدر لأنه نجم كيمش يجي يتحلل من الغيبة يتسبب في مفسدة أكبر أو يتسبب في قطع العلاقة مع الشخص هذاك. ولذلك يكفي هنا إذا كان يعرف روحه يعني مش يؤدي هذا إلى جرم أكبر أو إلى مصيبة أكبر في علاقته بأخوه المسلم. وإحنا نعلم أن ديننا يبجل علاقة المسلم بالمسلم، على المسلم أن يدعو لمن اغتابه ويستغفر له كما قال الإمام ابن تيمية. نحب نعطي ملاحظة باش الناس تزيد يتفهموا أكثر. طيب أنا قاعد في مجلس فيه غيبة أو في مجلس فيه نميمة، فلان وفلان قاعدين يغتابوا ولا قاعدين بلغتنا الدارجة سهلة برشا يقطعوا ويريشوا، أما أنا قاعد نتلذذ بالاستماع فقط السخريف، يعني أنا ساكت أنا عندي ذنب هنا ولا ما عنديش؟ ما هو فما في الحديث بطبيعة أشني الحديث أيوة والعياذ بالله بيننا النبي صلى الله عليه وسلم كأن صب في أذنه الآنك، يعني مجرد الاستماع فقط أن حشمت نحب كيفاش أنا عندي ذنب؟ أكيد عندك ذنب في مجرد بطبيعة الحالة في مجرد استماع باي ما نحبش نحقق الذنب ذي. أول حاجة انك تبرح الاولاد بالليل من فضلكم فك علينا ولا غير ذلك، وإلا بلا باقه تقلب الموضوع وتخرج الموضوع وتقلب الموضوع. هما قاعدين يتحدثوا على فلان فلان، انت كانت نجم تقلب الموضوع وتقص الموضوع. اثنين تغير من سياق الموضوع. طيب الزوز هذوما اللي قاعدين يتحدثوا انا ممكن اني نحشم منهم، ما نجمش نغير، ممكن هم أصحاب سلطة معنوية ولا سلطة مادية علي. في الحالة ذي كيفاش نجم نعمل سخليفة أنك تخرج بلاي سامحوني يا جماعة راني عندي قضية راني مش نمشي أعرضوا عنه كما قالت الآية إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يلزم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا بلاي سامحوني الأولاد راني عندي ما نقضي رو بابا اتصل بي ولا كذا. أما مش كل إنسان راه يقولك أنا والله راني ما عملت حد شيء، راني أنا قاعد نسمع
ما شاركتهمش بالكلام، لكن انت شاركته مراك اقرار وسمع اقرار بالضبط. انت قاعد تستحلي في الكلام وهما قاعدين يقطعوا ويريشوا بلغتنا الدارجه في فلان الفلاني او يكذبوا عليه، وانت قاعد مجرد استماع. ممكن انت خطر حاسة السمع تختلف على حاسة الكلام. الكلام تنجم تمنع روحك من الكلام، ما تنجمش تمنع روحك من السماع طبعا. لذلك علماءنا وسلفنا الصالح كانوا يبينوا قيمة المعنى هذا. سيدنا كعب بن الأحبار كان يقول الغيبة تحبط العمل. سيدنا عمرو بن العاص مر مع أصحابه على بغل ميت أكرمكم الله منتفخ، قال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم المسلم. يعني صورة مشوهة، يعني شوه لهم معنى الغيبة حتى ينتهي الناس عن الغيب. الغيبة تجوز في مواضع، هذه الغيبة كما كان يتكلم خونا بعض المواضع اللي من ضمنها التظلم. مثلا الإنسان مش يتظلم للحاكم ومش يذكر مثلا الضرر اللي يقوم به شخص ليلو باش ياخذ الحق متاعه إلى السلطة، هذا تجوز فيه الغيب. كذلك الاستعانة على تغيير المنكر، مش تغير المنكر ومضطر انك تذكر صفات في الشخص اللي يأتي المنكرات. كذلك الاستفتاء، مش نجي نستفتي، مش نجي للشيخ أو للمفتي ونطلب الفتوى وأخوي ظلمني ولا زوجتي ولا غيرها، مضطر إلى أن أذكر العيوب. كذلك تحذير المسلمين، عندما سنحذر المسلمين لأن سلامة المسلمين أولى من يعني سلامة كل المسلمين أولى من سلامة شخص واحد، وهنا يضطر الإنسان إلى استعمال مثل هذه الكلمات. السبب الخامس اللي كذلك تجوز معه الغيبة أن يكون المغتاب هذا أو يكون الشخص اللي مش نذكروه هو مجاهر بفسقه، مثلا يشرب الخمر وعلنا ويجاهر بفسقه وبدعته، مجاهر بشرب الخمر أو غيرها، هذا يجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيرها من العيوب كان الحاجة اللي مجاهر بها. وآخر حاجة التعريف، إذا كان الإنسان معرف بلقب معين مثلا ابن كالأعرج أو الأعرج عن الأعرج هو الأعرج والأعمش اشتهر بذلك، ليس لا يعرف إلا بتلك الصفة، يعني مش أنا مش نسخر منه. ثم احنا نقوله احنا نقوله بالدارجة نقوله الكلنية الكلنية متاعه كذا، وإلا الكلنية متاعه كذا، فلان الفلاني أكل الأعرج، وإلا فلان الفلاني حشاكم نقوله الأحول، وننطقهش على من جهة النقص، مش من جهة مش من جهة الاستنقاص. يعني يقول علماءنا لو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان الأول، لأنه فما نص لرسول عليه الصلاة والسلام يعني غير بعض الأسماء، فما أسماء غير نعم القبيحة ذيك غيرها صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخ رضوان. احنا الانسان يجتهد في حياته الدنيا، يصلي وفي هذا الشهر العظيم يقبل على صلاة التراويح والتهجد والاعمال الصالحة والصدقة والقيام، وفي حياته يسعى الى مرضات الله تعالى، يقوم بما امره الله تعالى به، ولكن قد يذهب ذلك العمل بمجرد انا صايم ونصلي ونتصدق وما عندش ثواب بس خليفة. نعم بارك الله فيك، قد يخسر عمله عن طريق لسانه وكلامه. ونعرف الحديث ذكرناه في حصة أو حصتين اللي فاتوا الحلقات اللي فاتت، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة أتدرون من المفلس؟ فلما قالوا المفلس فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع، فقال على السلام المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة تخزر الأعمال هذه، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الشيء اختر لأنه ما عسش على لسانه وعلى جوارحه. وعندك الحديث المعروف اللي ذكره أو رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه وأبو عبد الله الحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه ابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
قال رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني عندها صلاة، نحب نأكد ولا حاجة، رأي عندها صلاة، صلاة نافلة، صلاة واجبة وصلاة تطوع، وعندها بالضبط، وعندها الصيام، صيام واجب وصيام تطوع، وعندها نافلة الصدقة، هذه كله في ميزان. لكن عندها حويجة بركة خايبة سخنيفة، اللي هي لسانها تؤذي جيرانها، بلغتنا الدارجة لسانها موذي، أي. تؤذي جيرانها بالضبط الكلمة كما ذكرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تفضل سخنيفة. ماذا قال عليه الصلاة؟ قال: هي في النار، انظر، ما فدتهاش صلاتها ولا عبدتها، ما حافظتش على أعمالها. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار. الأثوار هي الأكل، قطع من الإقط، هذيك التي تصنع من الحليب وغيرها، من الإقط، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. ف لا بد، يعني احنا قلنا العباده ضبط، يعني هذا فقط محافظ على الواجبات فقط والصدقات القليلة فقط، ومع ذلك هو يحفظ لسانه عن جيرانه. هكا الناس نعم. في حديث رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، عن معاذ بن جبل. شيخ معاذ رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير إلا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي أركان الإسلام، تأديها الكل. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الأعمال النوافل يزيدها به. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم اسمع بعد هالأعمال هذه إذا كان عاملها الكل كل مع بعضهم، باش مش يحافظ عليها ويرد باله عليها، باش تقعد له وتوزن في ميزان حسناته. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، باش يقعد عندك وتملكه وما ينقص لكش؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني قال: عنا ذنب، يعني كلمة خائمة كذا، أي مفادلكو أنا أحاول الأخور أنا قاعدين يحكي وتعرك نقصر في الوقت السخريفة ولا هي برشا يقول لك هو مغرب توا قريب، اي هو معنا ما نعمله. انا قلت يعني نتحدثوا طريف كذا شيء. هو لهنا قاعد يحلق، والعياذ بالله، يحلق في دينه، نعم، في دينه وفي حسناته كلها، نعم. اي فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السن؟ سمعها ككل ككل منجل ولا ككل حاصلة تحصب تذكر كل عمل، والعياذ بالله تذهب بحسناته. مش تختمنا الحصة الشيخ الشادلي، هل اللسان الخطير هذا وهالأفات هذه كيف يمكن الوقاية منها والإنسان يحتاط منه؟ هذا اللسان خطير جدا. الأفات كثيرة وعديدة، لكن الشرع نتاعنا اعطانا طرق للوقايه. اولا الاستعانه بالله عز وجل، وذلك بسؤاله ان يعينك وان يسددك وان يوفقك حتى تحفظ على نفسك لسان، وان تتضرع الى رب العزه ان يمن عليك بلسان لا يقول الا صدقا ولا يقول الا خيرا.
وإحنا ساداتنا الأنبياء عليهم السلام كانوا يتضرعون إلى رب العزة جل وعلا. واجعل لي لسانا صدق. بالضبط هذه هي الآية التي سأستشهد بها. هي من دعاء إبراهيم عليه السلام، قال يتضرع لربه واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. كذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته أن يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يعني شوف، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يسأل ربه أن يمنحه لسانا لا يقول إلا الصدق. يعني لا فيه لا كذب لا غيبة لا نميمة لا بهتان لا تقطيع وتريش لا حد شيء، يسأل أن يعينه على حفظ لسانه. بالضبط، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن، علينا أن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم مراقبة واستشعار واطلاع أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعمالنا. ونحن ذكرنا في حصة سابقة هذه العبادة، هذه هي عبادة الصيام، رأوا فيها نقطة هامة جدا. فما آية سمح فضل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو يتدبر الإنسان معنى هذه الآية ربما كان من الناجين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. هنا احنا ذكرنا في حصة سابقة مسألة الإخلاص، والإخلاص هو استشعار مراقبة رب العزة جل وعلا، وأن الإنسان عنده شكون يقيد له أعمال. فإن لم نكن نرى فإنه يرانا. بالضبط، هذا نص الحديث. ثم الإنسان عليه أن يعود نفسه إما على نقطتين فقط، إما على الصمت أولا، أو على أن يقول صدقا حتى يتجنب الكذبة، وبذلك يكون الإنسان قد حفظ على نفسه يعني كل ما يمكن أن يقي نفسه من عواقب لسانه. بارك الله فيك شيخ شادلي، تفضل شيخ رضوان. كذلك من الوسائل اللي ممكن ما نكرهش هو انه الانسان لا يعمر لسانه الا بما ان يكون لسانه رطبا بذكر الله. كما يقول صحابتنا انه الصحابه وسلفنا، سيدنا عطاء بن ابي رباح التابعي والفقيه الجليل كان يقول كان من كان قبلكم، يعني يريد الصحابه رضوان الله عليهم، كانوا يعدون من اللغو كل ما كان عدا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، او امر بمعروف او نهي عن منكر او ذكر لله عز وجل. يعني الانسان يعمل مقياس الروح، كان الكلمه اللي مش ننطق بها يعني فيها ذكر لله عز وجل، القران او سنه أو ذكر لله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، وإلا ينتهي نعم. يسكت عن سماعها أو يصمت أو يترك المجلس نعم. كما ذكر بكر الشيخ، يعني إذا كان مضطر ما عرف منه جمش يروح يغير المنكر، يترك هذا المجلس وينأى بدينه ويحفظ دينه، هذا استنادا للقرآن وللسنة. بارك الله فيك شيخ رضوان. بطبيعة الحال هو الإنسان احنا اللي خلانا باش نوضحوا على الأمور هذه إن شاء الله، وحتى الإنسان يحفظ لسانه حتى يعرف اللي راهو هالعضو هذا إذا كان يغفل عليه وما ينتبهش وما يزنش كلامه قبل. يا أخي المسلم، أيها المستمع والمستمعة، قبل ما تتكلم أعرف راهي الكلمة هذيك إما أن تكون في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات، وكيف ما ذكرنا الآية وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيرد باله ويستسهل الكلمة. كيف ما قلنا إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تزل به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، ورواية كثيرة في هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه. فليحذر المسلم، يرد باله، ما يؤذيش، يحس على لسانه خاصة في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر. في حديث آخر قال كلمة واحدة تملأ الميزان،
يعني سبحان الله والحمد لله تملأ. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني ما بين السماء والأرض. يعني في معنى آخر إنه تنجم كما تنجم تهوي الكلمة السيئة بك دركات في جهنم، الكلمة الطيبة تنجم ترفع لك درجة. إذن أتينا إلى ختام هذه الحلقة إن شاء الله ربي تقبل منا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، أمين. وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، أمين. وأدخلنا الجنة بسلام، أمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، أمين. والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.